السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع هدم الحي السادس بمدينة نصر ووصفات العقارات التي سيتم إزالتها. تواصل محافظة القاهرة ونائب المنطقة الشرقية عقد جلسات حوار ونقاش مع أهالي وسكان الحي السادس بغرب مدينة نصر تمهيدا لإزالة المنطقة من أجل تنفيذ مخطط تطوير خاص بها. وبحسب مستند حصل عليه جريدة مصراوي عليه فأنه سيتم هدم البلوكات التي مضى على بنائها أكثر من 60 سنة ولم يتم صيانتها طوال تلك الفترة، ومنها ما هو قايل للسقوط بالفعل. وكشف المستند أن الدولة هي التي تتولى عملية التطوير وإعادة التخطيط، ولا توجد صحة لما يتردد بشأن أن إزالة المنطقة يتم لصالح جهات أو مستثمرين بعينهم. خليكم معانا، نتابعكم دايما بالأخبار عن الموضوع ده، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.